أرصد لنا هذا الاستهداف وأثار الدمار الكبير في مخيم بلاطة تحديدا. عميد تفضل، أعود إليك. نعم أحمد، تشاهد المكان الذي قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي بطائرات حربية، 4 صواريخ استهدفت هذا المكان الذي أدى إلى تدميره بشكل كامل، 5 شهداء فلسطينيين نتيجة لهذا القصف وإصابتان تم نقلهما إلى مستشفيات مدينة نابلس. هذا كان مقرا لحركة فتح، مقر مخلى وقديم لحركة فتح، وكان يأوي إليه عدد من المقاتلين الفلسطينيين قبل أن تقصفه قوات الاحتلال الإسرائيلي بطائرات حربية. دمار هائل في هذا المكان. التطورات أحمد التي سألتني عنها في الضفة الغربية وفي ما الذي يجري في الضفة الغربية، قوات الاحتلال فعليا تشن حرب هائلة في الضفة الغربية، القصف بطائرات حربية هذا لم يكن موجودا سوى في الانتفاضة الثانية، والآن يعود القصف بطائرات حربية إسرائيلية في الضفة الغربية على شبان فلسطينيين ومقاتلين فلسطينيين ينشطون داخل المخيمات، ولكنهم لم ينفذوا عمليات في الفترة الأخيرة. كل ما في الأمر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أي شاب فلسطيني كانت في السابق تطارده عبر قوات خاصة إسرائيلية وتحاول اعتقاله، أصبحت كل هؤلاء الشبان تبدأ بقصف الأماكن التي يتواجدون بها. حرب في الضفة الغربية، حرب تستخدم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي كل الأسلحة، الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف هنا في مخيم بلاطة لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما. صحيح أن هناك استخدام لطائرات مسيرة في القصف في مخيم جنين ومخيمات طول كرم، ولكن الطائرات الحربية هذه ثاني مرة تستخدم قوات الاحتلال الإسرائيلي القصف بالطائرات الحربية في الضفة الغربية. المرة الأولى كانت في مخيم جنين بقصف مسجد، والمرة الثانية هنا في مخيم بلاطة. عن التطورات أيضا في الضفة الغربية أحمد، هناك شهيد في مدينة طوباس وإصابتان بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية. عدد الشهداء في الضفة يرتفع إلى أكثر من 210 شهداء منذ 7 أكتوبر، حالة متصاعدة يوما بعد يوم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين قصفا بالطائرات أو بالرصاص الحي.